هلو هلو، ويلكم. ضافوا سيناريو جديد في The Sims 4. ياي. آخر سيناريو لعبته خلصته في دقيقتين و I cannot believe، مش قادرة أصدق إنه هم ضافوا سيناريو جديد في منتهى العباطة زي السيناريو ده. So اسمه New Year New Hustle، basically نعمل حاجة جديدة في السنة الجديدة زي New Year's Resolution، يعني حاجة بنفس المعنى. المتطلبات: سم واحد يكون young adult أو أكبر، البوتنشال outcomes النتائج المحتملة في حاجتين: يا إما نجمع 25,000 simoleons ونوصل لليفل 5 of a skill, just one skill، أو الخيار الثاني اللي نمشي فيه إن إحنا نوصل لليفل 3 of a career، شغل يعني. الاثنين بصراحة ما فيش أسهل منهم، هو limited time so هيستمر لحد 2 فبراير، ومش قادرة أصدق قد إيه عاملين الحاجات سهلة. Sims 4 نزل من 2014 so بقالنا 8 سنين قاعدين بنلعب الجيم، وهو ده التشالنج أو التحدي اللي بدهولنا. It's just whatever. يلا نلعب التشالنج من قوسين، you know، يلا نتحدى نفسنا نخلص كارير وسكيل ونجمع لنا شوية فلوس. يا العباطة. هلعب بالسم اللي عملتها في تحدي الأبيض والأسود، لو فاتكم الفيديو أحطه في الديسكريبشن وأحطه في الكاردز روحوا شوفوه، it was really funny. بس هلعب بيها النهاردة because why the heck not، بأنها موجودة بما أنها معمولة نستفيد منها بحاجة بدل ما هي قاعدة وألوانها كده وخلاص، خليها تعمل حاجة في حياتها. جبتها هنا في ويلو كريك في الحي اللي فيه البانكيكس، and جبت لها البيت اللي بنيته برضو في فيديو سابق، هحطه برضو اللينك في الديسكريبشن وفي الكارد لو عايزين تشوفوني وانا ببني البيت الفظيع دوت، وموجود على الجاليري برضو ممكن تنزلوه. but basically عبارة عن بيت بدور علوي مفتوح على الدور التحت، الدور التحت فيه المطبخ، حمام صغير، living room، في هنا مكتب، وبعدين ترابيز الطعام، وبعدين لما نطلع فوق هنلاقي هنا غرفة النوم and حمام كامل فوق. اعتقد مرة مرة هيناسب الحياة اللي هنعيشها دلوقتي، الحياة لها تبقى قصيرة جدا لاني هخلصه في دقيقتين زي الفات، trust me. so همشي في طريق ان احنا نوصل لليفل 3 في كارير، لانه قصة ان احنا نجمع فلوس ونعلي سكيل عملناها مليون الف مرة قبل كده، خلصناها كتير، just عاوز اعمل حاجة مختلفة شويتين. so خلينا ننضم لكارير. محتار بصراحة اديها ايه. البينتر والشيف الحاجات دي حاسة انها مرة مرة هتبقى سهلة، بفكر اديها education تبقى teacher or something، بفكر أخليها تشتغل في law في المحاماة، أو politician في السياسة، أو عارفين بفكر أخليها secret agent تبقى عميل سري. أعتقد أخليها كده، ده هيبقى so much fun and so funny إن هي حد عايش في you know في حي عادي وسط ناس عاديين وبتشتغل secret agent. let's do this. hopefully تكون كارير سهلة ونقدر نعلى فيها بسرعة، محتاجين بس نوصل لليفل 3 so مش هتبقى حاجة صعبة قوي. الديلي تاسك دلوقتي او المهمة اليومية براوز انتليجنس، اعتقد انه بيتعمل من الكمبيوتر، يا yeah، من قائمة الويب في من على الكمبيوتر. في هنا براوز ذا انتليجنس داتابيز، سو خلينا نعمل دوت. او شيز بورد دلوقتي. too much intelligence، يا حسب الملل لانها بتعمل نفس الانتراكشن لمدة طويلة، بس مش هوقفه حتى والويلكم واجن جاي يرحب بيها، يرحبوا بيها في الحي الجديد لحد ما يخلصوا من نفسه. completed so بنعمل interaction مرة واحدة بيبقى completed او بنخلصه. الwelcome wagon راح علينا. you know what، ازعلوا كلكم وروحوا عن طريقي، just مش عاوزاكم اساسا، مش فاضيلكم. so المطلوب في الشغل بيقولنا هنا the best ways to improve career، احسن الطرق ان احنا نعلي الكارير performance بسرعة، نروح للشغل ب positive emotion بمود ايجابي، ونخلص الdaily task، maintain high relationships with co-workers، نحافظ على علاقة طيبة مع الكووركرز أو الناس اللي بيشتغلوا معانا. لحد دلوقتي ما نعرفش منهم حد، بعد لما نبدأ الشغل هنبدأ نتعرف عليهم، والشغل هيبدأ كمان 19 ساعة. so I wanna make sure، أو عاوز أخد بالي إنه احتياجاتها دايما تكون كويسة، أمورها دايما تكون طيبة، والإيموشن بتاعها والمود بتاعها دايما يكون إيجابي طول الوقت عشان لما تروح تبقى الدنيا قشطة. و I don't think إنه دي حاجة هتبقى صعبة نعملها، لأنه أساسا عايشة في بيت مريح، عندها الحاجات كلها هاي كواليتي وأمورها كلها قشطة. وجاء وقت أول دوام ليها، أول شغل، أمورها كلها تمام، خلتها تغسل سنانها عشان تبقى confident أو حاسة بواثقة من نفسها. من البداية كده هعمل من هنا، هعمل إنها socialize with coworkers أو إنها تحكي مع الكوور
الوركرز أو اللي بيشتغلوا معاها على أساس يب تبدأ تتعرف على ناس معاها في الشغل، maybe نعمل work hard شويتين، يا هتيجي تكمل حياتها هتاكل شويتين وبعدين تعمل browse intelligence تاني، و maybe هنتشات ونسند happy text للcoworker أو زميلتها في العمل الوحيدة اللي تعرفت عليها في اليوم الأول. you know what، بما إنه مفيش حاجات كتيرة نعملها، خلصت الdaily task already، خلينا ندعو ماري زميلتها في الشغل يقعدوا مع بعض شويتين، نزود علاقتها بيها، ده هيساعدنا نخلص الكارير بسرعة، وطبعا ياخدوا صورة سوا عشان علاقتهم تزيد بشكل أسرع. oh look at that، علاقتهم مرة مرة كويسة دلوقتي، that's perfect. okay send home دلوقتي، bye bye، هنروح ننام دلوقتي، مش فاضي لك، thank you very much. disco nap what the heck. شوفوا بالله عمركم شفتوا حد عايش حياته أكتر من كده؟ هذا قبل الشغل قاعدة بتتفرج على السحاب. oh my god. anyways اليوم الثاني هتروح الشغل دلوقتي، هتروح على الميعاد بالضبط، المرة دي هخليها to work hard شويتين من البداية بما انه امورها كلها تمام، وقردي عملنا socialize مع الكووركر ومرة علاقتنا معها مرة مرة كويسة. مش عارفة هل ممكن تتعرف على حد تاني من غير ما اعمل من هنا من خيارات socialize with coworkers ولا لا، بس اعتقد النهاردة طول الوقت هخليها تعمل work hard the performance. يا بقينا good دلوقتي، so علينا من average ل good which is nice. اوه محتاجة تدانس شويتين، ما عندهاش اي حاجة سلبية، الفن بتاعها لساته عالي، كل امورها قشطة. اوه بقينا excellent. oh my god are you kidding me that is so good already، بقينا excellent و already هناخد promotion لما يخلص الشغل دوت او اليوم ده في الشغل. so بما انه خلاص علينا performance لاخر حاجة ممكن يوصل لها في الليفل اللي احنا فيها، حاولتها تعمل socialize with coworkers، مش محتاجة to work hard no more، خلينا نشوف تعرفنا على حد، لو ما تعرفناش على حد جديد، but بقينا دلوقتي career level 2 المفروض. no wait، نزلنا شويتين قبل ما تعلى في النهاية خالص. I thought إنك توصلت للآخر. stressed from work. oh maybe إني خلتها تعمل work hard فترة طويلة قوي. oh I don't know. يا خسارة، كنت بحسبها ناخد promotion من البداية كذا. I messed it up. but it's fine. it's fine. okay so خليها تأكل دلوقتي. you know المعتاد تعتني بالساعة ومش عارف إيه. أنا حاسة إن إحنا هنوصل للهدف الأولاني قبل ما أعلي الكارير ليفل 3. في كارير سالي أسهل من دي بكتير كان ممكن أخدها، but I don't know. حاسة ان دي ما عمريش لعبت بيها قبل كده حتى في وقتي الخاص، يعني مش بس على القناة وبس، فقلت يلا خلينا نجرب حاجة جديدة. why the heck not. اعتقد اغلب اللي هيلعبوا السيناريو ده دايما هيختاروا مثلا writer, painter, cook، الحاجات المعتادة، بعد حبيت اعمل حاجة مختلفة شويتين. اوه شوفوا شكل الفيجيتابل دامبلينجز وهم في الفرن، that's nice. nice nice. جبت لها هنا ستيريو لانها بتحب الدانس ودايما بيجي لها الباف بتاع محتاجة أدانس، بقالي فترة طويلة ما عملتش دانس. أصو جبت لها هنا كتب لأنه للأسف الجيم مش ريجستر، الكتابين دول على أنهم بوك كيس ما يقدرش يقرأوا منهم، سو جبت لها هنا عشان تلاقي أكتيفيتي تاني تعمله، حاجة تسليها بدل ما هي دايما يا إما بتشوف تي في أو بتعمل حاجة على الكمبيوتر. شور للمرة دي لازم ناخد بروموشن، لازم for sure 100%. لو خدناش بروموشن المرة دي I'm gonna be mad. أعتقد لما بنعمل socialize، خلينا نجرب، أعتقد لما بعمل socialize بيقل البرفورمانس شويتين. not really. أو حطت الستوديو مع الصحاب والدهك، بكفي socialize خلينا نعمل just normal بما إنه already performance واصل للآخر. I really wish إن امبارح خدنا promotion على أساس النهاردة بدل ما هو يضيع على إننا بنشتغل على نقطة كان المفروض أساسا خلصناها امبارح، كنا النهاردة بنشتغل على حاجة جديدة، but hey هينا أخذنا أول promotion وبقينا level 2. basically محتاجين كمان promotion ونبقى خلصنا. يترى نقدر نخلصه قبل ما الأسبوع يخلص ولا no we'll see. so المفروض نوصل لليفل 2 logic skill دلوقتي. oh interesting. alright that's fine. هنجيب chess table that is completely fine. chess table هتحل المشاكل كلها. الفكرة نحطها جوا البيت ولا برا البيت؟ لأنه جوا البيت
بيت مش هيكفي إلا إذا استبدلنا طرابيس الأكل بالتشيس تيبل. مش عاوز أعمل كده صراحة. At the same time لو حطتها برا مش هتعرف تستخدمها في المطر. But whatever مش لازم تستخدمها في المطر. خلينا نحطها right here ونجيب كرسيين. Yeah that's cute. ومن البداية كده احتياجاتها دلوقتي تمام. So هتيجي to practice. Actually قبل ما تpractice تعالي throw away العقدة و pick up. مش عارفة صراحة مين اللي عمل الفوضى دي. وهتخليها تصلحها سريعا سريعا وتيجي to practice chess moves عشان تشتغل على logic skill. نقطتين وتوصل. Yes we did it. Oh my god. So خلصنا الديلي تاسك, خلصنا اللوجيك ليفل 2, فضلنا على البرفورمانس ونبقى خلصنا السيناريو كله. خلاص بطلي تقرأي. طبعا جبت لها كتاب لوجيك تعلي بيه اللوجيك سكيل لانه الدنيا بتمطر برا مش هتعرف تستخدم التشيس تيبل. When music is over. عشان الميوزك بطلت. It's fine هنعمل turn on دلوقتي. لازم تبقى بتسمع ميوزك طول الوقت. لما توقف الميوزك not cool, not freaking cool. I wonder ليه لسه مديها الباف مع انها بتسمع ميوزك دلوقتي. That's dumb. But هتروح الشغل دلوقتي. Hopefully المرة دي ناخد promotion maybe. I don't know. ما اعتقدش هنوصل من average لحد الاخر مرة واحدة. بتخلينا نعمل work hard. بدأنا الساعة 8 تقريبا لحد 12 I think بكفي. Oh my god وصلنا. You think maybe نكمل للاخر ولا بلاش work hard. كده عملنا كتير right. خلينا نرجع على normal شويتين. ممكن يعلى برضو للاخر maybe. We did it. Oh my god. Are you kidding me? I'm a freaking pro man. I'm a pro. I'm a pro ولا اللعبة هي العبيطة او السيناريو هو اللي مرة مرة عبيط. Hey خلصنا 5 days في 5 ايام وصلنا لليفل 3 of a career. So freaking easy. So freaking عبيط وملوش اي معنى وملوش اي لازمة. But it's fun you know. For me انا شخصيا حاسة التشالنجز بتشجعني اجرب حاجات جديدة, اني العب الجيم بطريقة مختلفة غير عن السلاسل او القصص اللي دايما بلعب بيها. بعمل حاجات مختلفة عن اللي بعملها كل مرة. So I think they're fun. They're cute مع انهم يعني ما هماش تحدي باي شكل من الاشكال في منتهى العباطة. But hey لعبت بكارير اول مرة العب بيها. Secret agent. Alright so خلصنا التحدي. That's fun. Hopefully يكون الفيديو. عارفين خدت بالي من ايه دلوقتي. Oh my god I'm so dumb. طول الفيديو ده صوت الجيم مش طالع اصلا. Oh no. I'm a professional simmer وبرضو professional content creator. لو ما كنتوش عارفين دلوقتي عارفين. سكت الفيديو من غير ما سجل صوت الجيم. That's so dumb. Anyways hopefully يكون الفيديو عجبكو. Hopefully تكونوا استمتعتوا. زي ما قلت لكم البيت ده هحط الفيديو اللي بنيته فيه في description. روحوا شوفوه. It's fun. برضو الكيوت جيرلي دي actually مش بالاوتفيت ده. خلينا نتشينج الاوتفيت نديها الافري داي. برضو عملتها في تحدي الابيض والاسود. هحط الفيديو برضو في الديسكريبشن لو عاوزين تروحوا تشوفوا وانا بعملها والعك اللي حصل عشان تطلع بالمنظر ده. يا ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب اند اول ذات. اشوفكم المره الجايه ان شاء الله. باي.